فيني بس اعمل هيك، لانه اذا بعمل اول ايفري وان بيطلع طلوعي لازم تكون نزول. اليوم رح اخبركم شو هن احلى برودكتس عندي بالبراند نيكس. انا من زمان بستعمل كم برودكتس منها وبحب كم برودكتس منها، هلا ريسنتلي صرت استعمل اكثر برودكت وعندهم قصص عن جد كثير حلوه، فقلت انه رح اخبركم شو رايي بهول البرودكتس، شو هن هول البرودكتس اللي بحبهم شو رايي فيهم. فاذا عبالكم تعرفوا بهذا الموضوع كملوا بليز الفيديو للاخير، اعملوا سبسكرايب اذا انتم جديد هون، وخلينا نبلش. هو هذا القلم اللي اسمه برو لاينر، عندي 2 شيدز اخضر وبينك. الاخضر هو سو فريش، البينك هو هابي اور، الليم نيون، يعني مش انه لون اخضر عادي، لا اخضر نيون، يعني هيك نيون هيك بينك قوي وسوبر دوبر، ما بعرف كثير بيجمنتد. ولا مره مجربه قلم كحل هالقد بيجمنتد، بيزبط كاي لاينر وبيزبط كجوا، يعني خط بقلب الها. هلا اليوم حاطه هذا الاخضر بين عليكم، حاطه هيك مغمض عينيه، قال حاطه هذا الاخضر وكثير كثير هين انه تدمجوه، يعني ترسموه عن جد كريمي سوبر بيجمنتد، اللون قوي وبعقد. تاني برودكت اللي فتره كثير بستعملها، ما مش كل يوم يعني، ايام برك على اللوس باودر اكثر، بس انه هلا بعد شوي بتبلش ببين الكعب تبعها، هي هيدي النيكس HD finishing powder. الشيد هي بنانا، بتضرب شوي على اصفر، كل شيء بيضرب على اصفر بيلقط الضوء، فهيدي كثير بحب استعملها لثبت الكونسيلر من تحت وضوي المناطق اللي بدي ضويها بالوجه خصوصا من هون. كثير حلوه التكستشر تبعها، كنت استعملها ببرش كان تعمل كريسينج، اذا بتستعملوها بسبونج بتعمل اقل كريسينج، سو استعملوها بسبونج ويت سبونج اوف كورس. كثير بحبها مش شوي، اتس ا بيج يس فور مي، وعلى الصور بالفلاش بتطلع مش انه ضو، كثير بتطلع حلوه، يعني بتعطي 3 دي افكت للوجه بعقد. نيكست برودكت هو هايلايتر، كيف يعني اكيد بدي احكي عن هايلايتر، وهايلايتر ما انه من الاواي وي جلو هايلايتر باودر، لا هو كريمي هايلايتر ستيك هايلايتر اللي هو هيدا اسمه برايت ايديا illuminating ستيك. الشيد اللي عندي هو شاردوني شيمر. جايز هو هايلايتر مش انه طبيعي، كثير طبيعي بيجي هيك بالستيك اوكي وبتعملوها هيك طلوع. انا مره جربته هيك امراح الفانديشن، فما بجربه هيك، او بتكون تحطوه ساعتها قبل الفانديشن فما بكون كثير قوي. سو احلى طريقه انا كيف بستعمله، كثير بحب اخده باصبعي اوكي وبعمله هيك تابينج على الهيدا، بيعمل لمعه كثير حلوه بيرفكت. بس ما بدي يكون حاط باودر، يكون حاطه مثلا تنتد مويسترايزر او سان سكرين، تنتد سان سكرين هيك شيء، انه فانديشن كثير خفيف يعني وفوقه بتعطي لمعه كثير حلوه وسوبر طبيعيه. Next من الـ Off Tropic Collection في هيدي الـ Shifting Sand Palette. في منها 2، واحدة بتجي فيها كتير ألوان واحدة فيها لس ألوان اللي هي هيدي. الألوان يعني كتير حبيت إنه بيقدر يكونوا شيء مش كتير neutral و basic، إنه شيء فيه شوي touch، يعني مثلاً let's say بتستعملوا هودي اللونين أوكي أو الأربعة أشياء، مثلاً هيدا على الكريس بجاهة، أو هيدا على الكريس بجاهة، أو هيدا على الكريس بجاهة، ألوان basic يعني بترجعوا بتزيدوا عندكم الألوان والشمر لتعملوا هيك a pop of color. هلا مستعملتها لهذا اللوك بس مش كل شيء، البرايت نيون منه موجود هون، مستعملتها لهي من تحت كمان مستعملتها، البيجمنتيشن تبعها fair enough، في منه البريست بيجمنت شوي صعب إنه تشتغلوا فيهم، هيدا البينك شوي صعب تشتغلوا فيه لانه بريست بيجمنت، بس البلندبيليتي كثير حلوه تبعهم، حاطه على الكريس هلا هيدا وهيدا، الالوان بيفوتوا ببعض بشكل كثير حلو بيجوا ساتن. كثير حبيت هذا الباليت، ما لي كثير زمان عم استعملها ولهلا مغرمه فيها. نيكست برودكت اللي اخر شهر عم استعمله هو هيدا الفانديشن اللي اسمه توتال كنترول فانديشن، نزل من زمان هيدا منه جديد. كتير بحب، انا اصلا كتير بحب الليكويد فانديشن، قبل هيدا كنت استعمل لانكو ميراكل ارزلتان، كنت على طول استعمله وقف ما بقى يعملو. انا بس على شيء تاني بيجي الليكويد بينشف بيصير فلفت، هيدا هو البرفكت يعني طلع عجبني كتير، بيجي ميديوم كفرج اكثر من هيداك، وفكرته بالتوتال كنترول انه فيكم تزيدوا الدروبس، يعني كل ما تزيدوا دروبس بيعمل فول كفرج اكثر. انا كنت حط يعني قليل كان يقديني، انا بحب الميديوم كفرج يعني قليل كان يقديني كتير، والفنش تبعه كتير حلوه بتزبط اكثر للنورمال سكن والنورمال تو دراي سكن. اوكي اذا انتم اويلي سكن، انا كومبينيشن تو اويلي سكن، هون كان يزيت اوكي لانه بيجي ليكويد مع انه اتس ووتر بيست، بس it would be يعني anyone could use it but it would be perfect اذا انتو normal او normal to dry skin. اذا انتو مغرومين بالبلاش ضروري يكون عندكم هيدا البالت اللي اسمها sweet cheeks palette. guys انا شخص ما بحط بلاش بس كتير 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 بحب هودي اللونين بحب اجمعتها وحطهم، هودي اللونين الوحيدين بستعملتهم، وبيجي فيها هايلايتر كتير مهضوم بيجي على بينك وخفيف كتير حلو، فيها هايلايتر تاني كمان. انتو عن جد بتحبوا البلاشز you have to get this.
البلندابيلتي حلوه كثير تبعها، البيجمنتيشن فير انف، وفي اوريدي هايلايتر كمان اذا ما بتحب الهايلايتر البوم ان يور فيس شيء هيك خفيف، في كمان هايلايتر وبرونزي هايلايتر بقى يعني ات وود بي بيرفكت اذا انتم بلاش لافرز. نيكست في هذا النيكس لانجري ايتنت، شو فكرته بايتنت؟ بيجي مثل الليبستيك بينحط على الليد بعمله بلندنج شوي بعدين بطر لنشيف بيطلع لون بيسطي وما بيقعد يهز. بيرفكت اذا بتستعملوه لحال مثلا لون على الكريس او برونزر على الكريس and that's it. وبيرفكت كمان اذا بتستعملوه كبيس لشيمري اي شادو تاني it enhances the shimmer، يعني بيقوي اللمعه تبع الاي شادو اللي فيكم تحطوه من بعده، يعني بيكون بيرفكت كبرايمر و يوزد الون. الشيد هو روز بيرل كتير حلو هيك، عن جد روز بيرل اسمها مسمى، يعني كتير هيك لمعته على بينك خفيفه اتس فيري نايس وكتير بحبه سوبر بحبه. بليز قبل ما تفل لوك اكتبوا لي بالكومنتس شو احلى برودكت انتم مستعملينه من نيكس، لايك يور فيفورت نيكس برودكتس واحد او اثنين او وات ايفر. وذاتس ات فور ذا فيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا وعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو، وثانك يو فور واتشينج. I'll see you next time. Adios.